بسم الله الرحمن الرحيم. المطالب كلها مشروعة ومطالب تخص المعيشة الإنسانية، وإذا اتهمت بعض المظاهرات بأنها مدسوسة أو غير سلمية، فمكان المتوفرين به حاليا والمتواجدين به يدل على سلمية الشباب، ويدل على أنه مطالب مشروعة وخالية من أي تخريب ومن أي تدمير يحل بالبلد. هي مطالب شباب اللي تريد تعيين، تريد ماي صالح للشرب، تريد حياة كريمة، تريد كرامة مواطن لا أكثر ولا أقل. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الشعب العراقي يبحث عن حلول، ونبحث عن الحلول السلمية بانتقال السلطة. اليوم البرلمان والأحزاب الكل يرفضها الشعب العراقي، ونبحث عن حل، وهذا الحل الأفضل والسلمي لإنقاذ العراق من هذا المأزق هو إنقاذ حكومة إنقاذ وطني من قبل شخصية مستقلة. يعني مصلحة العراق فوق كل شيء، والحفاظ على دماء الشعب العراقي من قبل جميع أبنائه، والحفاظ على ممتلكاته العامة، والحفاظ على كل مشاريعه وكل ما في العراق هو للشعب العراقي. فهو هذا الحل الأمثل لإنقاذ الشعب العراقي، حكومة إنقاذ وطني تنتقل بشكل سلمي، تحفظ جميع أبناء الشعب العراقي. الرحمن الرحيم. رسالتين أراد أن الشعب العراقي أن يقدمها إلى الدولة. أراد الشعب العراقي أن يقدم رسالتين إلى الحكومة، وهل من المفترض أن الحكومة لا تعرف هذه الرسالتين؟ الأولى بالانتخابات، يعني نسبة 39% من الشعب العراقي ما طلع الانتخابات، هاي مو رسالة لهم. وهاي ثاني رسالة، الشعب العراقي كله طلع هاتف سلمية، يجيب له جيش من غير محافظة، والله على المود يسويها مو سلمية، ودي يسويها مع أحزاب على المود يسويها مو سلمية. ليش هاي المتظاهرين هسه كلهم بالسجون قاعد تعذبون؟ احنا عتبنا على شيوخ العشائر، يعني شيوخ العشائر انتم طلعتوا، طلعت هاي الشباب وياكم كلها. هسه من طولكم مطالبكم، والله كل واحد طوب عشيرته 50 وظيفه، يعوف الشباب كله وتروح ما طالبوا من دم هذول عشيرتهم. كل شيخ عشيره مسؤول على عشيرته، وكل شيخ ذمته بذمه دم عشيرته. يعني هاي العشيره شيخ العشيره انت، هاي ابنات من ماتت على مود والله كم وظيفه تعوف الثار. هاي الثورة، هاي احنا هسه طلعنا سلمية منطقة ما بيها ولا مركز من الحكومة، طلعنا بمنطقة شعبية طلبنا بحقنا، يعني ما بيها شيء. يعني 15 سنة 2018 نطالب بماي، يعني ماي وماي حلو نطالب بيه ب 2018، الدول تطالب بطيارات تطالب شيء، احنا نطالب بماي البصرة اللي اغنى محافظة هي بالخليج. ليش ايش؟ وشكرا. اريد اعرف القوات الامنيه ويا الشعب لو ضد الشعب. زين اذا ضد الشعب، انا اقول لك ضد الشعب، لان مني زينه قرعه ويضربه ويدتشه ويكتله ويصوبه. ليش؟ ليش مو عراقي مو جاي طالب حقوقه؟ بس اريد اعرف ليش يعني يصوبه ويكتله؟ يعني تعال شوف انت مكاننا، انت مو عراقي يا اخي، مو عراقي. تعال شوف الشعب، شوفهم، شوف شنو مطالبه، ما حد يطلع لك. طب عليهم، طب للحقول النفطية، قالوا لك ترهابي جاي والله تفرهد، جاي غررت حقوق، أنا غير عراقي. لا كهرباء لا ماي، تعليم. يعني أنا أول مرة أشوف أربع أقسام، صباحي وظهري وعصري ومسائي. وين أكو هي دوام مدرسة بها أربع دوامات؟ ما أصير هاي. محمد احد يستغرب اذا شفت علم ايران بهوياتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطالب البصره ليس صعبه، لا نريد ان نغير الدستور رغم ما فيه اخطاء، لا نريد ان نغير الحكم. كانت مطالب البصره هي ثوره جياع انطلقت شراراتها منذ 1/4 و20/6 و27/6
و5/7 كانت مطالب العاطلين عن العمل بالتحديد هي اعطاء كل عاطل عن العمل راتب لحين تعيينه خريج او غير خريج. وعند مقابلتنا الى الوفد المفاوض وكان منه السيد المحافظ وبعض من النواب والقيادات الأمنية التي اتت من بغداد، كان مطالبنا هو ان حصة البصرة 10,000 التي اطلقها وزير النفط العيبي هي غير كافية الى محافظة البصرة، وهذا ما شاهدناه يعني بالاعداد الهائلة، رغم اكو أخطاء يعني أنه مركز البصرة أصبح إلى شؤون المواطنين، وهذه أصبحت كارثة أنا أشوفها، يعني اللي حتى المعاملات جاية تتطاير، وأنا اتفقت وياهم وقلت لهم خلوها على المناطق وودوا لجان للمناطق وبعد لحد الآن ما محددة. أيضا إطلاق تعيينات على وزارة التربية والكهرباء والنقل وتثبيت العقود من الكهرباء، وأما من جانب الخدمات هي إطلاق القضاء على المد الملحي وإطلاق حصة وبناء سد وإطلاق حصة المحافظة البصرة من المياه. أيضا رفض الخصخصة، رفض الخصخصة جباية الكهرباء، وأيضا كان التركيز على البنى التحتية من تعبيد الطرق ومن مجاري ومياه للمناطق المهملة، والاحتناء بالجانب الصحي والتعليمي، والتركيز أيضا على الجانب الأمني والقضاء على عصابات الإجرامية والمخدرات لخلق بيئة آمنة لمحافظة البصرة. الدستور لازم يتغير والحكومه لازم تتغير، حكومه كلها كذب بكذب بكذب، حكومه من 2013 لهذا اليوم شنو سوت للمواطن العراقي؟ والمواطن العراقي حصر عليه الماي، حصر عليه الكهرباء، حصر عليه الكميه، المرجعيه لا تحكي، الاعلام لا يحكي ويانا، طلعنا متظاهرين، سووا لنا دواعش، سووا لنا مخربين، شنو ذنبنا احنا؟ الذنب الوحيد تتغير الحكومه العراقيه، نجدي كهرباء من ايران، نجدي كهرباء، عايزين احنا كهرباء؟ لا عايزين كهرباء، لا عايزين نفط، كله موجود عندنا، بس الحكومه فاشله، الحكومه لا تقدر على كل شيء، نريد تغيير الحكومه وثوره لتسقيط هذا النظام، النظام الفاشل، انا خريج اداره واقتصاد من هاي الجامعه، اروح عضو مجلس محافظه يعيني بالبلديه كالناس، انا افتخر اكنس بلدي، بس هذا مو حقي. هذا مو حقي، انا خريج دار اقتصاد محاسبه مال تعيين، واكو هواي من الشباب، كلش هواي من الشباب خريجين. السياسيين رواتب. الدستور العراقي شو يقول؟ من على حكام الارض وحكامها ان يكون من اب عراقي وام عراقيه ويملك الجنسيه العراقيه فقط. من عندهم يملك جنسيه عراقيه فقط؟ كلهم عندهم جناسه اوروبيه وكل من مضبط اموره ومخلي ناس شعب يطق راس براس. الله وين؟ الحكومة وين؟ المرجعية وين؟ احنا نريد المرجعية تحكي. المرجعية لو تحكي تصير ويا الشعب، لو ما لها لازمة خد تطلع. ملينا من المرجعية. سيد علي السيستاني، سيد علي السيستاني ما يحكي، سيد مقتدى ما يحكي، المرجعيات ما يحكي، من اللي انه؟ نطلع مظاهرات قالوا علينا مخربين، نطلع لا اعلام، لا مرجعية، وين نطلع العراق وين يطوجها؟ نجدي كهرباء، نجدي ماء، نجدي أكل، نجدي شرب. أكثر ما هو مخيف في هذه الانتفاضة الثورية على العراق جميعا أنها بدون قائد، لأنها يقودها كل عراقي، كل العراقيين انظلموا ولا لهم مثلا مرجع، لا لهم شيوخ تمثلهم توقف بمدان ما السيل دماء الشعب والشباب واستفاد من عندهم ينهضون ببلدهم، ما يجي واحد يمثلهم، فد نفرات قليله يرحون للمحافظه يمثلون اصواتهم وينقلون، او المراجع تحكي. ليش يعني الا اساله دماء؟ الشعب هسه ساكت، لكن كل شخص عراقي
لا تتوقعونه ما يمتلك سلاح. كل شخص عراقي يمتلك سلاح. فأنت من يجي لك الظاهر ببابك هو مو خوفا من عندك ولا خاف من أكبر واحد. أنا بزمن صدام طالع أكثر من مرات على الحزبية اليمني، وأنا رقم واحد اليوم جاي بالبيثنجاني. جيت بالأربع العصر، جيت هنا لقيت سيارة مال شرطة واقفة ببداية الشارع وسيارة الشرطة واقفة بالأخير. اللي ذهلني أكثر من رحت جيت ما لقيت واحد هنا، رحت عبارة للزبير رجعت لقيت المتظاهرين موجودين، نزلت دخلت منا الشرطة فتشني، كان سمحته قال لي الولد قبلي، قال لا لا أنا صار لي يومين ما سابح، وين الماء الحلو؟ كان قليت له مين خايف إذا أنت الشرطي تسابح الماء المالح؟ كان شنو مسكتك ما تحكي؟ قال والله خاف يقتلوني. يعني هذا شنو العراق ما يخاف ولا تخلونه سيل دماء. المفروض الحزبية والناس اللي باقت والناس اللي نهبت أولا أن يستحوا من أنفسهم أن باقوا أخوانهم، ومن يقولون إحنا والله قدمنا 3 تريليون للبصرة، عجبا أنت ليش تنظمهم؟ ليش أنت خليت الناس ثلاثة زين زين؟ أول المحاسب إحنا محاسبين، أنا أشتغل محاسب في مستشفى الجمهوري في مستشفى البصرة التعليم الجديد يعني يسمونه. عندنا علاوة الموظف 3000 زين، 3000 العلاوة مالته يقولون والله جايين تاني القرار يصدر من وزارة المالية حتى احنا يسمح لنا الظرف انه نحط موازنة لهذه ال 3000 مال الموظف العلاوة مالته. زين انت شو راح توفر 10000 وظيفة وكل شيخ عشيرة الى 25 سمعنا او 50 وهم بيهم 100 شيخ، اذا يراد ان 20000 20000 من ضربناها على 500000 كدخل طلعت أكثر من 20 مليار. زين أنت مين راح تجيبهم 20 مليار؟ 3000 أنت ما موفرها 3000 دينار. زين مين راح تجيب أنت 20 مليار؟ زين أنت ليش تنظمهم؟ أنت ليش تنظمهم؟ وليش اللي يطلع ينكتل؟ أنا أحكي باسم الشعب. المظاهرة مو سلمية، ترى مو سلمية، كذب عليكم اللي يقول سلمية، اللي يقولكم سلمية كذب. كل عراقي عنده سلاح، صدقني حتى ابو الستوتي حتى ابسط الناس اللي ما يمتلك المليون دينار هو يجمع يشتري له مسدس ويضمه. فانتم اللي عليكم انه لا تحمون الفاسدين، وخلوا لا تخلون 300 نفر هنا يجون، هاي 300 نفر يحكموننا وبالاحزاب، وهاي ال 300 كل واحد يريد له 100 مليون، ومثل ما سمعت يجي المدير البلدية يقول له اعطيني هاي المقاطعة يعطيها له، ومن يروح لمدير البلدية على في الشغلة يمشيها له بالمقابل. والعراقي مباك، وعجبتني وحدة بالبرلمان قال الصدام من كان مخلي باسم الشعب بوزارة المالية كل القصور، من ما ترجعت الوزارة المالية قالت اللي تعجبت لي أكثر اللي فر دماغي جو أهل العمايم خذوهن وسووهن بأساميهم وسجلوهن بأساميهم، يعني هم ذول هم أساس البلاء، أساس البلاء هم أهل العمايم اللي باقوا ضريح واحد من أضرحة العراق، ضريح واحد يعيش العراق. ليش تروح للنجف تمشي على التراب من نعلم وأنت تدخل الإمام علي عليه السلام؟ ليش كل عراقي كل زائر لو ماكو زائر ترى ما يذب له 5000 بالشباك أو 1000، فهذه الألف يجيب له كاشية لما نسوونهم يمكن يبني العراق كاشي ويسوي ينهض للاقتصاد. لكن ليش هاي وين تروح الأموال؟ ليش سمعنا أنه واحد مقرب يقول والله هاي الأموال جاية تنباق مال الإمام الحسين مال الإمام علي مال الإمام، يعني ليش تنباق الإمام العباس وباقي الأضرحة؟ يعني هواي أموال هواي، ليش هالشكل؟ يعني أنت وين شنو؟ إخواني لا حد يحمي الفاسدين، هاي قولي الأخير. أي مواطن بالعالم يتمتع لازم ما حلو ماكو ملح يعني الماء تشربه ملح. لو هالبصرة هاي مو الخير كانت تغذي العالم كله، العراق كله جاي يتغذي. زين احنا ننتقد الشغله الثانيه، جزء اغلبكم ما مسلط الضوء عليه وهي العدل. عدل ماكو بالعراق، يعني تريد تعيين لو عندك سجين سياسي، لو عندك
شهيد زين احنا منين يعني اخلق لي شهيد اقتل ابوي مثلا شو اسوي لو عندك حزب زين انا صار لي 3 سنين متخرج علوم كيمياء اريد ادور على تعيين ماكو ماكو يعني ماكو حتى عماله ماكو شذي يعني وين تطلع وين تهج يعني لو عدي والله هم سافرت هاجرت بس ما عندنا فلوس يعني الحكومه صار من 2003 لحد هذا اليوم تنهب بينا الميزانيه ميزانيه 2014 بزمن المالكي كلها اختفت راحت راحت عن الوجود ميزانيه هسه نفس الشيء احنا البصره صار لنا اسبوعين صار لنا اسبوعين متظاهرين البصره صار اسبوعين متظاهرين يطلع رئيس جمهوريه بدل ما يهدي الناس ويعطيهم حقوقهم يطلع ببيان شو يكتب بيه يكتب بيه اقرار رئيس الجمهوريه برواتب التقاعديه للبرلمانيين هاي الدوره اللي فاتت 4 سنين شنو اعطي تقاعد على اي اساس شنو خدمتي اعطي اربع سنين ايش قدم شنو قدم هو بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هي حيره منين تبدي منين السولف بس انا راح احكي على الشباب اللي هم طوقتي واصدقائي اليوم الاف الشباب من الخريجين شوف خريج وشهادته تعادل البلد انا واحد من الشباب خريج اداب تاريخ وعندي تمزق بالظهر من العماله والاشغال الشاقه ومثلي الاف الشباب زين احنا الكهرباء والماء ذني هيك يعني ما نقول ما نطلبهن ذن حقنا الماء والكهرباء حقنا بس هاي الشباب بس خل اكو نقطه كلش مهمه اليوم يلومون الشباب ليش يشرب كريستال وليش يبوق وليش ينهب وليش يسلب ليش فراغ حرمان انا اليوم شاب محروم غيري وغيري جوز انا اقدر الزم نفسي بس غير شاب محروم يريد يتزوج يا اخي عمر عبر 30 يمتى يكون اسره يمتى يشوف اطفاله باكر عقبه من يصير شيء وينحرف ها والله مو خوش انسان ليش مو خوش انسان شنو السبب اللي خلى الشاب العراقي يصير مو خوش انسان منو الحكومه نفسها هي مسؤوله زين اوجه رساله للفنانين الشعراء الاعلاميين المثقفين الادباء وين صوتكم للاسف اليوم ما شفنا صوتهم صحيح والدم العراقي شباب بالشارع ظل ليش عدا القله القليله طبعا تحياتنا لهم وكل الحب للاقلام الشريفه كان في لكاله كانت مظاهرات لين ماكو شغل يتامي وناس قاعدان وناس بيسد عمال قاعدين يعني بيت علي من يستند غير على هذا البلد وين خيراته حياته كلها تجار واحنا فقره ومو قدها ومو قد الحكم ونقوده انتو عندكم مسيات وعندكم ناس كبار هاي الفقره كلها الايتام لا تقول لي بيت ما بي يتيم ولا تقول لي بيت ما بي بالحشد وكلها فاقده 2 و3 و4 اكو واحد بكم ما فاقد؟ كلها فاقده وكلها ما عندها يا اخي طوها خلينا نصير حالنا حال الدول طقت تجار كلها وسامت وراحت وافكار واحنا كل شيء ما شعب تعبان شعب مفلس وبك اليوم منك اي سجعتك برا يطلع برا هذاك الباب مفتوح زين احنا شاب ما عندنا انا باكيت جيجار ما عندي بدخن ما عندي يا خطونا مطالبنا طحينا كميتنا شغلوا هالعطاله بطالك ثلاثي عطاله بطاله وكيلك المهندس ما يفكر بيه المهندس قعد كنا نباع المهندس يقول والله تاجر المهندس هسه ما عنده هسه قام يطلع مظاهر يا اخي احنا اغنى بلد بالكوكب الله خلقه ومبارك بينا احنا لما خاوش وادم الله خلقه بهالبلد بس الحاكمنا من هو سرسري دايح عميل طالع ما يقول عميل عوف عم سلمية احنا كل احنا في سلمية وفقرة شفت واحد شايل سلاح كل احنا فقرة باكر نطلع يصير كل احنا سرسرية ونصير احنا مخاوش وادم وهم وبس وهذا هو عمي هذا فقير وهذا فقير وهذا كله فقرة مدسين سوى الطول ألف رحمة على أمك كل هذا شو هذا سدوا النت على أنا وقتلوهم ها والله هسه ما أريد النت ما أريد النت شعب يغذينا شعب يطين حالنا حال الوادم عندنا فلوس حالنا حال الوادم أخي بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إحنا شرارة من البصرة من بثقة للتظاهرات هاي التظاهرات سلمية لا تشوف واحد شايل سلاحه باكر الناس راح تتجمع من المحافظة راح يلفون عليها فت كلام بأن هاي التظاهرات من دسة هاي التظاهرات تدخلات خارجية احنا متدخلات خارجية احنا ناس اهل البصرة شباب من بثقة من البصرة من ضيمها من ألمها انا لحاكيك عائلة كاملة ابوي مهندس رجال عمره 50 سنة ما متعين قطه من عمره يعني نقول 30 سنه لان 20 سنه شباب 30 سنه طال البلد ما حصل شيء
ولا تعين، يعني ما حط ايده بيد الاحزاب. احنا خلينا نكون واضحين، كل مطالبنا واضحه، مطالبنا مو ماي وكهرباء، المطالب تكون ازيد. احنا اول شيء اهم شيء عندنا الاحزاب، الغاء قانون الاحزاب، لان هاي الاحزاب اذرعها تدخلات خارجيه، هاي احنا نشوفها تدخلات خارجيه جاي يضحكون على الناس. اليوم احنا كمتظاهرين هسه جايين نتظاهر، بعض الشباب جايين نقول لهم لا تصورون بتليفوناتكم، والله العظيم اللي صور بتليفونه هذول تبع اي احزاب، لان اللي الجيش هو نفسيته والقوات الامنيه الناس لا جاي يتدنون وواقفين ويانا مازريننا، بس اللي جاي تدنى وجاي تخطف الشباب واللي جاي تنزل عليهم لبيوتهم هم نفسيتهم الاحزاب. انتم كونوا متظاهرين بصريين، لان احنا البصره احنا نقود البلد، البصره بقره حلوبه روثها لاهلها وحليبها لغيرها، بقيه المحافظات متنعمه كبغداد، ما بغداد احنا ما نريد نسمي بالاسماء كمحافظات، بس منا وهيك راح نسمي، لا يضحكون علينا. اليوم الحكومه احنا حكومتنا غير شرعيه، لا قاضي يقدر يحكمك، ترى باي بلد ما حد يقدر يحكمك، لان شنو حكوميتها صلاحيتها، بس حكومه هيش تشكيل اعمال لا اكثر ولا اقل. البارحه قبل لا تنتهي الحكومه يشرعون قانون مال الرواتب، رواتب البرلمانيه تقاعد. منو انت برلماني؟ انت انتخبك الشعب، انت انتخبك الشعب، وصلك 4 سنوات تاخذ لي رواتب مدى الحياه، جواز دبلوماسي يقول لك شنو جواز دبلوماسي، يقول لك شنو جواز دبلوماسي، حالي حالك انا. عمي هذا ضحك على عقول الناس. احنا مطالبنا راح تنتهي 20 يوم ان شاء الله تنتهي، لان ما يقدرون ينفذونها، لان هم صار لهم 15 سنه ما منفذينها. تنتهي 20 يوم تصير مطالبنا اكبر من هذا الشيء. احنا لا ندن دوائر الدوله، احنا على الشباب، انا حرض الشباب، لا هذه مو حلو اللي يحرق له تاير بالشارع ولا هذا ولا يتجاوز على دوائر الدوله، دوائر الدوله ما لها علاقه، هاي اللي مباشر من تتعمر تتعمر من جلدنا. اللي مباك سبليت قال لك انت بوقت السبليت، انتم التظاهرات خربت السبليت، احنا خنصلح السبالت، خنصلح هاي البنايه، احنا ما نخرب، بس احنا نريدهم يسمعونا، نريدهم يسمعونا. والاعلاميين اكد عليكم انتم فقره، يعني انا اعلاميه تصور بنيه لو عندها غيره، مو بنيه يشتفها الشرطي ويضربها ويشمر كاميرتها بالنهر، ما صايره هاي بتاريخ العالم، لان ما عنده شرف، لو عنده شرف ما سوى هاي القضيه. انتم خوي، انتم الاعلاميين بالنسبه لكم كاميراتكم خدكون عين الصقر، خدكون ترصد الحدث كامل، لا تضمون شيء، لا تغطون شيء، احنا ما لان احنا نريد ناس تساعدنا حتى ما نغطي شيء، احنا اللي بقلوبنا نقدر نحكي. شو يريد يصير؟ انا روحي مثل الاف راحت مدفونه بالنجف، وهواي شباب راحت من عندنا بعمر الورود، شنو انا منو بالنسبه لهم؟ انا بنحكي على الاحزاب، شو يريد يصير خي يصير، احكي لك واقع حال دمار البلد من الاحزاب.
الجيش لك وتبغى